السلام عليكم. نزيدو نتعمقوا شويه في السوكيتس. السوكيتس دابا كتم بين الكلاينت والسيرفر، يعني جوج ديال الاطراف، واحد كلاينت وواحد سيرفر، واحد كيصيفط المعلومات وواحد كيريسيف المعلومات، ياك؟ هادو كاملين بجوجهم تكون عندهم سوكيت، هذا عنده سوكيت وهذا عنده سوكيت. ملي كيدير هاد الكونيكشنز، الاخر كيدير بايند وكيدير ليسن، كي اكسبت الكونيكشن، صافي الكونيكشن هنا تمت، هنا المعلومات كتبدا ساند، الاخر تيدير ريسيف، الاخر ساند، الاخر تيدير ريسيف، حتى كتسالي الكونيكشن كلوز كلوز. هذه بالنسبه للتي سي بي، هذه بالنسبه للتي سي بي. ولكن النوع الاخر اللي هو اليو دي بي، اليو دي بي شنو كاين؟ هذا السوكيت وهذا السوكيت، هذا كنيشن كيصيفط الكونيكشنز، الاخر كي ريسيف الكونيكشنز، تيصيفط عاوتاني كونيكشن، ثاني ريسيف الكونيكشنز، حتى كتدور على الدائره كتسالى كدير كلوز كلوز. هادشي اللي كاين بالنسبه للسوكيتس. يعني السوكيتس كدير هاد الخمسه ديال الخدمات، هادو كدير استابليش وكتمانج الكونيكشنز with other systems. establish connection كتستابليشها، يعني كتم وكتمانجي الكونيكشنز، وعاد كتاخد لي زانفورماسيون، زانفورماسيون يعني دابا مثلا كونيكت انت واحد السوكيت، ضروري ما تعرف هذيك شنو هي ديك السوكيت اللي مكونيكتي معاها، باش تعطيها الريسورس او تعطيها المعلومات على حسب النوع ديالها. وكترونسفيري الداتا، هادي معروفه السوكيت ما بين سوكيت وسوكيت واحده اخرى، كترونسفيري الداتا وكدير سيستم فونكشنز، داك الشيء الفونكشنز اللي خصك ديرها كديرها، وكدير ستوب ديال السوكيت، ستوب ديال السوكيت كونيكشنز. المهم الخوت كنت تما تكون عرفتوا مزيان شنو هي السوكيت، انا مازال غادي نزيد نتعمقوا في هادشي الامور ديال كامله. المهم هي دابا نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع الكالينيكس ديالنا، حيت فيه بزاف ديال الاشياء خصنا نعرفوها عليها باش يكون الهاكين ديالنا احترافي.